أهلا بكم في كورس جديد، وكورس Introduction to Financial Statements أو المقدمة في القوائم المالية. أنا حابب معاكم في الفيديو ده نعرف الأول نبذة عن الكورس أو مقدمة عن الكورس، وهناخد إيه في الكورس ده مع بعض، والكورس ده يفرق إيه عن الفيديوهات القديمة الموجودة على قناة اليوتيوب من 5 6 سنين. أول حاجة في الكورس ده لازم نعرف ايه هي القوائم المالية. القوائم المالية مهمة جدا، مش مهمة بس للطلبة اللي هم في كلية التجارة، لا دي مهمة لكل الناس، سواء انت مستثمر هتستثمر في الشركات او هتستثمر في البورصة، او انت ناوي تفتح شركة او ناوي تفتح بيزنس ليك، فلازم تبقى فاهم يعني ايه financial statements. لان احنا زي ما نعرف مع بعض في الكورس ده ان financial statements او القوائم المالية دي الطريقة ان البيزنس هيتكلم بيها معاك. يعني افرض انت مش كلية تجارة، تفرض انت مش ناوي تستثمر في البورصة بس انت ناوي تفتح بيزنس ليك، كلنا نفتح بيزنس لينا. طيب البيزنس بتاعك ده ازاي هتفهمه؟ يبقى لازم تفهم على الاقل الفاينانشال ستيتمنتس، القوائم المالية، عشان لما المحاسب يقول لك حاجة تبقى انت فاهمها، انت مش لازم تشتغل محاسب. طيب يعني الكورس ده مش موجه للمحاسبين بالاخص، ده كورس انترودكشن، كورس اساسي، يعتبر من الكورسات الاساسية في كلية التجارة. يعني طلبة في سنة أولى بيدخلوا هياخدوا الكورس ده، هياخدوا الكورس ده متقسم على ترم أو ترمين. فالكورس ده مهم جدا، وأنا دايما بنصح بيه أي حد، سواء أنت في كلية تجارة أو مش في كلية تجارة، ادخل شوف الفيديوهات دي وادخل اتعرف على الفاينانشال ستيتمنتس، هتفيدك قدام حتى كمعلومات عامة. يعني مين بقى المفروض يستفيد من الكورس ده؟ طبعا اللي هيستفيد أكتر ناس هتستفيد من الكورس ده الناس اللي هم في كلية تجارة، أو خصوصا طلبة في سنة أولى، لان دولت هيبقوا دي الاساسيات، دي اللي هتساعدهم قدام. ونصيحتي للطلبه في سنه اولى في كليه التجاره، ذاكر الكورس ده وشوف الكورس ده وحاول تفهمه، لان ده اللي هيفهمك. يعني مش لازم كل وقتك في الكليه مش عشان الامتحان. انت لو جبت في الامتحان جبت فيه امتياز او جبت جيد جدا او جبت جيد، مش ده معناه ان انت تكون فاهم. لا، فاهم لما تخرج بره، لما تتخرج من الكليه وتبقى فاهم اللي بيحصل، تبقى فاهم الواقع العملي. طيب مين تاني هيستفيد من الكورس ده؟ اي حد. يعني حتى الكورس ده بيدرس كمان في كليات تانية، هتلاقيه بيدرس في كلية هندسة، بيدرس في كلية اقتصاد. الناس اللي بيدخل بتاخد هتاخد MBA هيدرسوا الكورس ده. فالكورس ده هيساعد اي حد مهتم بالايه، مهتم بالفاينانشال ستيتمنتس، مش لازم تكون محاسبين بس. طيب محتوى الكورس هنتكلم ايه في الكورس ده؟ هنتكلم على الفاينانشال ستيتمنتس، على القوائم الماليه، وهنطبق عملي، هنطبق عملي على شركات. يعني طول ما احنا ماشيين في الكورس هنشوف شركات حقيقيه زي شركه سويدي، شركه حديد عز، هنشوف شركه ابل، شركه وول مارت، يعني هنشوف شركات مصريه وشركات اجنبيه، وهنبتدي نطبق كل توبيك هناخده هنطبقه على شركات حقيقيه، وهنعرف ان اللي احنا بناخده ده مش حاجه اكاديميه بس، لا ده هيفيدك، وابتدي تفهم، هتبتدي تفهم البيزنس وهتبتدي تبص على الشركات بشكل تاني. ومن ضمن الكورس هناخد معلومات اضافيه، هناخد مثلا هنعرف يعني ايه معايير محاسبه، هنعرف البورصه، نتكلم عن البورصه، هنفهم ايه هي الاسهم، هنفهم برضو لو انت عاوز تستثمر في الاسهم ايه اللي المفروض تعمله. فيبقى من الكورس مش اكاديمي فقط، لا هو كورس هيساعدك ان انت تفهم الفاينانشال ستيتمنت بشكل عام، وتفهم مجال البيزنس ومجال التجاره بشكل احسن. التطبيق طبعا هنطبق عملي على الشركات زي ما قلنا، واتمنى انكم ما تزهقوش من الكورس، وان انتوا تتابعوا كل سيشن وتحاولوا تفهموها على قد ما تقدروا، واتمنى انكم تستفيدوا من الكورس. ويلا بينا نبتدي الكورس مع بعض.